الصبر هو يعطيك القوة ويعطيك الشجاعة. الحمد لله هدف جميل ونهدي للشعب الجزائري، وين قبل ما تجيني كرة كي عملت كونترول شفت الحارس راجع يجري المرمى وديت ديزيزون باش شوت. الحمد لله ربي وفقني ونهدي هدف للشعب. عشت مرحلة صعبة، الحمد لله، الشكر لله أولا، الشكر لوالدي والعائلة تاعي كل اللي يوقفوا معايا، خاصة الشعب الجزائري. رسالة للشباب نقول لهم صبروا وخدموا باش تنجحوا، باسكو الصبر مليح. الحمد لله كما شفتوا وين فت على مراحل صعبة، مي الحمد لله ربي، وين الصبر هو يعطيك القوة ويعطيك الشجاعة. الله يحفظك.